مع بدء الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا يبدو الموقف في المجموعة الأولى لصالح فرنسا حتى الآن، فبعد الفوز بصعوبة في المباراة الأولى على رومانيا بهدفين لهدف أصبح منتخب الديوك الفرنسية في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، ويليه المنتخب السويسري ب3 نقاط أيضا بعد فوزه على ألبانيا، بينما تبقى ألبانيا ورومانيا في المركز الثالث والرابع بدون رصيد. وتدخل فرنسا اختبارا سهلا عندما تلعب مع ألبانيا في الجولة الثانية على استاد مارسيليا، بينما ستسعى رومانيا لتعويض خسارتها في المجموعة الأولى عندما تلتقي سويسرا على ملعب حديقة الأمراء في باريس. وفي المجموعة الثانية يبدو الموقف صعبا على المنتخب الروسي الذي يلعب في مدينة ليل مع سلوفاكيا. روسيا تحتل المركز الثاني مناصفة مع إنجلترا برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما في مارسيليا، بينما تدخل ويلز مباراة الخميس أمام إنجلترا في لونز وهي على قمة المجموعة برصيد 3 نقاط.